في امطار بشهر 8، في امطار بشهر 8 بس. لا 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 استنى شوي، هالامطار مش عندنا بالاردن، كلياتنا شفنا الامطار اللي نزلت على السعوديه هالكم من يوم. بس السؤال اللي انا صراحه بخطر في بالي طول الوقت، ليش في امطار بالسعوديه بشهر 8 وعندنا ما في؟ الجواب كالاتي، ان السعوديه بتاثروا بامطار موسميه كل سنه بهذا الوقت، وهي الامطار سببها هو تدفق الرطوبه المداريه بفعل تمدد الفاصل المداري. حاليا عم بتاثر الامطار على المناطق الجنوبيه والجنوبيه الغربيه من المملكه العربيه السعوديه، يعني ابها، جازان، عسير، الباحه، وحتى ممكن انها تمتد لمنطقه مكه المكرمه زي ما شفنا قبل كم يوم الامطار اللي اثرت على الحرم المكي. شو يعني رطوبه مداريه؟ الرطوبه هي بخار الماء الموجود في طبقات الجو واللي موجود بكثافه عاليه في المناطق الاستوائيه وشبه الاستوائيه، وبفعل التسخين المستمر للشمس على مدار العام في هاي المناطق. أما مدارية فبكل بساطة لها جاي من المناطق المدارية. طيب ليش عندنا بالأردن ما بصير أمطار بشهر 8؟ الجواب بكل بساطة هو موقع الأردن الجغرافي الموجود في شمال شبه الجزيرة العربية واللي بعيد عن تأثير الفاصل المداري. المهم احكولي هلا، اشتقتوا للشتوية؟ أنا مني وعلي اشتقت لها، احكولي في الكومنتات إذا اشتقتوا لها ولا لا.